الفنان مصافي انت من بين الفنانين الان اللي في المغرب اللي كينتجوا في الملاعقه الان صوت حقيقي جريده جات عندك باش انك تبين الجمهور ديال صوت حقيقه تعرفوا اكثر عن الفنان مصافي. ممكن نشكر الجريده ديال صوت الحقيقه على هاد الاستضافه ديالها اللي دارت وجات لعندي. كنشكرها بزاف وكنشكر الجمهور ديالي الناس ديال اللي متبعيني الجمهور المغربي داخل الوطن وخارج الوطن والناس اللي كيتبعونا في الفضاء الازرق اصدقاء ديالنا ولي فان ديالنا كنشكرهم بزاف واللي كيدعمونا وكيخليونا نخدموا ونقلبوا ونزيدوا نبدعوا. والجديد اللي عندي هو عندي هو تقريبا 5 ديال القطاع من في لون جديد طريقة جديدة بالوترة بآلة الوتار اللي كانت كان هما الكلمات ديال الفنان الممثل الكبير والمخرج شفيق السحيمي. عطاني هاد القطاع لحنتهم وصوتهم ونتمنى هاد العمل يعجب الجمهور وغادي نطلقوا واحد الاغنيه ان شاء الله ديال ميزان والكفه مايله ونتمنى تنال الجمهور الريضه ديال الجمهور ديالنا. الشهداء ولاد الوطن هي عيطة اللي خدمت فيها انا تقريبا اللي خدمت فيها 4 سنين وخرجت للوجود دابا حاليا ولقات اقبال على الصدى الصحفي ولا اذاعي باقي كنتسناو التلفازي خاصها كنتمناو ندوز في التلفازة لانها قطعة من العيار الثقيل اللي كنتكلموا فيها على المقاومة ديال المغرب من الشمال ديال المغرب الى الجنوب ديالو وكتبدا من 1886 وكتسالي في العهد ديال محمد السادس نصره الله. يعني من خلال انك وزير الثقافة انا اعترفت بالاغنية تغنيها في المهرجانات بمناسبات الوطنية بصح ولا كاين كاين باقي ما كايناش شي حاجه اللي مضبوطه اللي وكنشكر الباحث السي حسن النجمي اللي اهتم بها بزاف ومتبعني مزيان وعطاني وقت وجا عندي تا سي الكولونيل ماجور سي جمال واستضافتهم في الدار عندي وكنتمناو ان شاء الله يكون خير نتمناو يكون خير حيت كاين شويه ديال التهميش من لا يعقل باش تصاوب عيطه تاريخيه اللي كتكتب عليها جميع تقريبا عدد ديال الجرائد الالكترونيه. جاري واشكر سي الصحافي عزيز المجدوب اللي اول واحد اهتم بها وكتب عليها مقال. لا يعقل باش ان دير عيطه في العيار الطاقي كاين هما مهتمين بالعيطه شكون هاد الناس اللي مهتمين بالعيطه. انا درت عيطه جديده ملحامه كما قال لي سي قال لي تدرتي ملحامه سي حسن النجمي قال لي دير ملحامه درتي نتايا علاش ما ناخذش انا النصيب ديالي تنايا الفرصه ديالي في مهرجانات وناخذ فرصه ديالي في التلفازه علاش. ونتمناو خير ان شاء الله نتمناو خير. والكلمه للجمهور ديالي انا حنا كان لو ما كانش هذاك الجمهور ما غاديش نخدمو حنايا ما غاديش نخدمو لان كاينين بزاف الناس ما عندهمش كاريزما والله بدا والله كتلقاهم كاين
الهضره بزاف كما كيقولوا الهضره بزاف والسكوت حسن. حنا عينا الخدمه، الخدمه والابداع، كنخدموا في الاغنيه المعاصره، كاين جديد ان شاء الله ديال في الاغنيه المعاصره الشعبيه اللي هذا، وكاين كاين جديد في الوتره، طلع بطريقه جديده. نتمنوا التوفيق ونتمنوا هاد الاعمال تنال الجمهور، تنال اعجاب الجمهور المغربي واصدقاء ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. وكنتمنوا ان شاء الله تفتح لينا مجال، يعني انا حنا في مستوى كبير ديال المهرجانات وديال السهرات وديال، وملي كتشوف عناصر ماشي في المستوى كتلقاها ربما كما كيقولوا السلطيحه ولا الوسيطه ولا، وكنتمنى يعطينا التفاته ويعطينا الفرصه ديالنا، لان نستاهل ونستحق باش نكون انا في مهرجانات ديال العيطه ولا في مهرجانات ديال الاغنيه المعاصره الشعبيه. وكنشكر الجريده ديال جريده الحقيقه اللي بدلت هذا المجهود وجات عندي حتى انا مع العائله ديالي في هذا البحر هذا. نتمنى حتى هذه البركه تعجب الجمهور ديالي وتعجب المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. Good.